مساء الفل عليكم. تعالوا النهاردة نعمل ألذ كيكاية حلوة وخطيرة جدا، والنهاردة هنعملها بالجزر، حاجة حلوة كده وريحتها بقى تملى البيت دفى وحلاوة ومفيش بعد كده تاني. الكيكاية النهاردة مش هنستخدم لا فيها لا لبن، ولا هنستخدم فيها فانتا وسبرايت والحاجات دي، ولا كمان هنستخدم فيها بيض، ولا هنستخدم فيها عصير برتقال. النهارده هنستخدم فيها الجزر وهتطلع تحفة وذهبية كده، وهوريكم ازاي الجزر يطلع كيكة لونها ذهبي كده وحلوة وهشة وجميلة جدا جدا، من احلى وانجح والذ الكيكات اللي ممكن تجربوها فعلا. مرتفعة مرتفعة فعلا فعلا، يعني هتعجبوها هتعجبكم، هتملى بقى الطبق الفويل ده اللي احنا بنشتريه من المخابز، وهتعجبكم جدا وطرية ومش بتهبط منكم ولا اي حاجة. كيكة بصراحة مفيش بعد كده تاني. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة، اتمنى تدوسوا على كلمة الاشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، وتفعلوا الجرس على كلمة الكل، وما تنسونيش بقى في لايك وشير الفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وبشكر كل بيتابعني وبينتصر في القناة، ويلا نبدأ حالا. اول حاجة عملتها جبت الجزر. طبعا انا مش هستخدم كل الكمية دي، بس انا الجزر ده بستخدمه في حاجات كتير جدا، مربى بقى ومحلل، وبستخدمه جزء منه بعمل منه كيكات وجزء منه بفر. انا اخدت الجزر اللي انا هستخدمه في الكيكه، وبدات ان انا اقشره. مهم جدا اغسله جدا، اغسله كويس جدا، وبعد كده ابتدي ان انا اقشره. في الكيكه مش بنستخدم قشر الجزر، لكن في وصفات تانية كتير بنستخدم فيها الجزر بالقشر بتاعه. هو طبعا القشر مفيد جدا وزي الفل، بس الافضل ان احنا في الكيكات ما نستخدمش القشر بتاع الفاكهه او القشر بتاع الحاجات دي. هو قيمته الغذائيه عاليه، بس الافضل ان احنا نستخدم اللحم اللي بيبقى من جوه. هنبتدي ان احنا نجيب الجزر، وبعد كده هنبتدي ان احنا نسلقه، وبعد ما نسلق الجزر نضربه في الخلاط. تمام، بس هو ده شكل الجزر بعد ما اتضرب. هاخد كوباية واحدة بس عبارة عن 4 جزرات مسلوقين، وبعد كده ضربتهم في الخلاط وهديت النار خالص. بعد كده بعد ما ضربتهم في الخلاط هديت العصير خالص، ما بقاش فيه اي سخونة، وبعد كده ضفت عليه المكونات. كل كوباية من عصير الجزر عليها نص كوباية من السكر، كوباية من عصير الجزر عليها نص كوباية من السكر، وعليها تقريبا كده نقول 1/3 كوباية من الزيت، او معلقتين من السمنة اللي يعجبكم، لو سمنة نباتي او زبدة نباتي مفيش مشكلة. يبقى هنقول المقادير تاني: كوباية من عصير الجزر اللي احنا سلقناه وبعد كده ضربناه في الخلاط ومصفيناهوش على فكرة، حطينا عليها نص كوباية من السكر و1/3 كوباية من الزيت او من السمنة. وبعد كده بقى جبنا 1.5 كوباية من الدقيق زي ما انتوا شايفين، وبدأت ان انا انخلهم كويس جدا جدا بحيث ما يكونش فيهم اي تكتلات، وبدأت ان انا اضيف عليهم الفانيليا بالشكل ده. هبتدي ان انا اضيف رشة فانيليا، او لو حابة ان انا اضيف فانيليا سايلة يبقى هضيفها مع الجزر والحاجات دي. وبعد كده برش رشة ملح خفيفة جدا على الدقيق. يعني على فكرة رشة الملح دي مهمة جدا في الكيكات يا جماعة، بتظبط الدنيا فعلا، محدش يستهون بيها. وبعد كده ببتدي ان انا اقلبهم كويس، وطبعا ما انساش بقى ان انا اضيف البيكنج باودر. بضيف باكو كامل من البيكنج باودر او الكيك شيف المتوفر عندي، وبعد كده بضيف 2 كبار من النشا، واقلب المقادير دي كويس كويس جدا جدا. نقول مقادير الجافة تاني: 1.5 كوباية من الدقيق، ذرة كده خفيفة من النشا والملح، من الملح والفانيليا، وبضيف 2 كبيرة او معلقه او نص او 2 معلقة على حسب ما تحبوا. يعني نشا لو كتر عن 2 معلقة مش هيحصل له اي حاجه، من 2 معلقة من النشا، وبضيف باكو كامل من الكيكشف او البيكنج باودر المتوفر عندي. ده الجزر اللي انا ضربته في الزيت والسكر، وحطيت عليه كمان 2 معلقة من الخل زي ما انتم شايفين كده. قبل ما اضيف الدقيق ببتدي ان انا اديله ضربة حلوة كده في الخلاط او في المضرب اللي متاح عندي. بس قبل ما اضيف الدقيق لازم، حتى لو لسه ضرباه، برضه اضربه مره كمان عشان خاطر الدقيق ما يكتلش. خلي بالكم الجزر حتى لما بيسلق بيبقى تقيل شويه، فالافضل ان احنا نضربه كويس جدا عشان ما يبقاش واخد الكيكه وهابط لتحت. وبعد كده ببتدي ان انا اضيف بقى الدقيق معايا اللي انا حطيت عليه كل المكونات الجافه، بس بضيفه واحده واحده عشان خاطر يا جماعه ابدا ان انا يعني اقلب المكونات من غير ما تتكتل مني. وتقليب الكيكه بيكون من تحت لفوق زي ما هتشوفوا دلوقتي، ما يكونش تقليب عنيف او شديد، لا يكون تقليب كده برفق وبهداوه،
ولازم المكونات تمتزج مع بعضها، مش بحط كوباية ونص كلهم مرة واحدة، بحط تقريبا كوباية وبعد كده ابتدي اضيف النص دول معلقة معلقة لحد ما احس ان الكيكة بتاعتي استكفت خلاص ومش محتاجة دقيق تاني، علشان خاطر بعد كده اظبط السوا بتاعها او اظبط اللي انا هحطه عليها او التوبنج او لو كنت هقدمها كده سادة. برضو الحاجات دي بتفرق. عامة الكيكة دي تقدروا على فكرة تسووها في كذا حاجة، مش بس في قوالب الافران، على فكرة ممكن تسووها عادي في قالب كبير، ممكن تسووها كمان في صواني انجليش كيك، ممكن في كاب كيك صغير اللي تحبوا، اي حاجة تحبوا تسووا فيها الكيكة دي مفيش مشكلة. انا حسيت الكيكة تقيلة شوية فبدأت ان انا اضربها، اديها ضربة خفيفة كده بالمضرب، على فكرة مشغلة المضرب على اقل سرعة وفي اتجاه واحد مش في اتجاهين علشان خاطر الكيكة برضو ما تهبطش مني. وبعد كده بقى لما بقى قوام الكيكة ناعم وانا خلاص كده بقى القوام ده بالنسبة لي هو القوام المناسب، خلاص هفصل المضرب وهبتدي دلوقتي ان انا اعبي القوالب بتاعتي. على فكرة ممكن تضيفوا نكهات كتير بتليق مع الجزر زي مثلا البرتقال، قشر البرتقال، وممكن كمان تضيفوا القرفة، دي من الحاجات اللي بتليق جدا جدا مع كيكة الجزر. وعلى فكرة الجزر ممكن يتعمل منه برضو بسكوت، بسكوت الجزر تحفة بجد، هعمله لكم ان شاء الله قريب جدا جدا. دي القوالب زي ما انتوا شايفين، كل اللي انتوا بتحتاجوه ان انتوا بتبطنوها بزيت ودقيق، حاجة بسيطة جدا جدا، رشة خفيفة لا تسكر. وبعد كده طبعا دي شكل القوالب، طبعا بتلاقوه عند الافران او عند المستلزمات كلها، يعني رشه خفيفه كده من زيت، وفي ناس كمان مش بتحط دي، لو مش حابين تحطوا دي مش هيلزق ولا اي حاجه خالص. وبعد كده تبداوا ان انتوا تصبوا الكيك، طبعا بتصبوا تقريبا ربع القالب مش اكتر من كده، لان التلات ارباع القالب هيتملي بمجرد ما يدخل الفرن. الكيكه دي ليها طريقه في التسويه تخلي بالكم منها، ان احنا مش بنحطها مباشره على صاج الفرن، لا احنا بعد ما بنعبي الكيكه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ببتدي ان انا اجيب صاج عندي او صينيه عندي وارص فيها الكيك. طبعا بكون مسخنه الفرن قبليها ب 10 دقائق على درجة حرارة 180، او لو عندي فرن بوتاجاز ببتدي نسخنها لحد ما احس ان الفرن بقى سخنة وحامية كده. بعد كده برص القوالب دي جوه صاج، وبعد كده بحط الصاج في الرف الوسطاني على شرط ان الشواية ما تكونش شغالة خالص بتاعة الفرن. طبعا مدة التسوية مش بتزيد ابدا عن ربع ساعة، ربع ساعة ده كتير جدا للكيكة دي، عشان كده بقول لكم هي كيكة سريعة جدا جدا. وبعد كده بنطفي عليها الفرن وبنسيبها جوه الفرن لحد ما تتهوى خالص، بعد كده بنطلعها ممكن نسقيها بسيرب زي سيرب البسبوسه كده، ميه وسكر معقودين، وممكن كمان نحط عليها صوصات كتير زي صوص الكراميل او صوص الشوكولاته او صوص القرفه، او ممكن ناكلها كده مع الشاي. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل، وما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. بشكر كل اللي بيتابعني وبينتصر في القناه، ميرسي جدا جدا لكم ولكومنتاتكم الحلوه، تحياتي ليكم بالف هنا، وشوف اشوفكم دايما يا رب على خير قريب.